بعد أن أدرج اسمه كشخصية يتم مراقبة اتصالاتها ضمن قائمة مسربة للشخصيات التي تم التنصت عليها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. قدم اللواء توفيق الطراوي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح شكوى للنائب العام ضد جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وشركة جوال للاتصالات الخليوية. الطراوي رفض التعليق على الأمر، لكنه أكد رفع الدعوى التي أثارت زوبعة سياسية وقانونية وصلت إلى المطالبة باستقالة من يقف خلف التنصت على المكالمات واعتذار شركة جوال. هذا انتهاك حقيقي لحقوق الإنسان ضمن المعايير الدولية. هذه الأجهزة الأمنية عليها أن تعتذر للشعب الفلسطيني، والمسؤولين عن هذه الانتهاكات يجب أن يحاكموا لكي يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وكذلك يجب أن يكون في هناك إنذار حقيقي لشركات الاتصالات، وعليها أن تعوض المتضررين، وعليها كذلك أن تعترف. مؤسسة الحق لحقوق الإنسان قدمت بلاغا جزائيا للنائب العام تطالبه فيه بفتح تحقيق جزائي شامل في قيام أجهزة أمنية بعمليات تنصت واسعة خلافا للقانون، شملت قوى وأحزابا سياسية وأعضاء في المجلس التشريعي ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وصحفيين وعائلاتهم وأعضاء في مجلس نقابة المحامين. قضية التصنت على الهواتف، هذه الجريمة هي مرتبطة بالحق العام، وبالتالي من حق أي مواطن أن يقوم بتحريك دعوة جزائية للملاحقة على تلك الجريمة. هذا الحق مكفول في المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية، الذي يؤكد على أن لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النائب العام بهذا الخصوص لفتح تحقيق جزائي بالأمر. فما بين المعالجة السياسية والقانونية لزوبعة التنصت هنا، إلا أنها تخالف في روحها توجهات السلطة الفلسطينية في الانضمام إلى مؤسسات حقوقية دولية ترفع من سقف حريات طالبيها. قضايا التنصت أصبحت اليوم أمام مكتب النائب العام الفلسطيني بشكل فردي، كالقضية التي رفعها اللواء توفيق الطراوي أو مؤسسة الحق. أما المواطن الفلسطيني فيخشى أن تكون هذه الهواتف نافذة للتجسس والتصنت على حياته الخاصة. أما حقوقيون فيعتبرون أن السلطة الفلسطينية التي تعد لمشروع الاستقلال لربما قد تنزلق إلى الدولة البوليسية التي تنتهك الحريات وحقوق الإنسان. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.